قلت مرة في دروس التفسير قريباً إن ثقة الإنسان المطلقة بنفسه فرداً كان أو أمة أو جماعة خطيرة جداً، وهي وعد بالكوارث. وعد بالكوارث على نفسك وعلى الآخرين حين تقول لا، المسائل عندي محسوبة بدقة مرشدة، كلها مرشدة. طبعاً، لأنه هو عقلاني مرشد لكل شيء. هذه كارثة، هذه التي تسمح لنا بأن يذبح بعضنا بعضاً ويحرق بعضنا بعضاً، تسمح لنا أن نفكك أسرنا أيها الإخوة، أن نتخلى عن أقرب الناس إلينا، أن نجترح القرارات الحمقاء الأنانية والغبية في حياتنا، لأن كل شيء محسوب والحساب بقول هيك. لا أبداً، المؤمن متواضع. سر قوته أيها الإخوة يكمن في شعوره في بضعفه، يشعر بضعفه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبدأ دائماً يمشي وإلى جانبه هامش عريض وطويل بطول حياة كلها، وعريض بعرض عقيد المشاكل، أن الاحتمال الآخر ممكن، أن ولذلك جاءت فلسفة صلاة ماذا؟ الاستخارة، استخير الله، لا تقول لي حسبتها يا أخي، واضحة. قد يكون دمارك في هذا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم لقضي إليهم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولا مش صحيح؟ هذا هو. تقول لا هذا ممتاز، هذا الشيء بإذن الله. مش بإذن الله، من قال لك؟ أنت تتألع على الله وتكذب على الله بإذن الله، من قال لك؟ بإذنك أنت هذا. لا، اذهب استخير، صلي ركعتين، إن خار الله لك أن لا، والمسألة فيها فلوس كثير، تذهب الفلوس للجحيم. أنا استخرت لله، ما بديش، لا أريد. وإن خار الله لي أن نعم، وهذا غلبان وفقير، أمشي معه بإذن الله، الله سيفتح علي وعلي، الله خار لي، لست أعتمد على عقلي بشكل مطلق. رمى الصحيح، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال لا تقنع دائما بعقلك وحساباتك،